لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حالك يا يوسف؟ ما يشغلنا هو حالك يا إمام. وما حالي؟ يشهد الله ومن بعده الجميع أنك منذ وطئت الفسطاط لم تدخر يوما في نشر علم. زكاة العلم تعليمه ولا فضل لي على أحد. نعم، ولكن كيف لمثلك ألا يكون راضيا مرتاح البال؟ أنت دائم القلق والتفكير يا إمام، وكأن أمرا جلا لن يدور في رأسك. صحيح، أمر مهم يذهب النوم عني وأنال من أي سكينة. هي رحلة ولي فيها عمل، فإن قصرت في تأديته فكيف أقابل رب العباد؟ أي أمر يا إمام؟ ما نفع علم واجتهاد وتفقه إذا لم يثبت، إذا لم يتم نقله؟ التدوين، أتحدث عن التدوين يا يوسف. أريد أن أدون ما تعلمته، ما اجتهدت فيه، ما وصلت إليه، وما أخذت عن المعلمين السابقين. فإذا جاء من بعدنا وأخذه وأضاف عليه فله ولنا الأجر والثواب، وإن تعلمه فقط فلنا أجر ما سعينا. ونحن معك يا إمام بكل ما أمكننا من طاقة وجهد. بارك الله فيكم. أنتظر تجربة إن نجحت. أمامنا ليال طويلة من التدوين والعمل. إن شاء الله. هذا الذي أمامه أجرا وثوابا لا ينقطع في الدنيا ولا في الآخرة. ونحن بالفعل نقوم بتدوين دروسك يا إمام. ما قصدته أبعد من ذلك يا يوسف. أريد تدوين كل ما سبق، وكل ما أتيح لنا الوصول إليه، وكل ما بين أيدينا في الحاضر. أنا والربيع وكل تلاميذك معك في هذا. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.